الخير على كل من انضم في هذه اللحظات لمتابعتنا هنا استوديوهات روتانا خليجية، وهذا برنامج ساعة شباب وجولة يومية بين قصص إنجازات الشباب على أرض الواقع. ننقل الصورة ونترك لكم التفاعل. خلونا نشوف مع بعض أبرز عناوين اليوم. تعلم اللغات تعزيز الثقة وفتح نافذة جديدة للمعرفة. والممرضات السعوديات في مؤتمر دولي للتمريض. أخيرا حسن المسلم مبتعث سعودي يتفوق في الإدارة الهندسية. طيب، في الوقت الذي يعتز كل شخص فينا بلغة العربية، إلى أن ذلك لا يتعارض أكيد مع تعلم اللغات الحية التي تعتبر من أكثر المعززات للمعرفة الواسعة واكتساب الكثير من المزايا، سواء في الجوانب المهنية أو الاجتماعية، خصوصا ونحن في عصر اليوم يحتاج إلى هذه المهارات. حول هذا الموضوع اسمحوا لي أرحب بضيفتي عبر سكايب، مدربة اللغة الإنجليزية لينا البلالي. أهلا وسهلا فيك لينا، وما شاء الله عليك، يعني في وقت من الأوقات ما كانت لينا تتكلم اللغة الإنجليزية، اليوم أنت مدربة في هذا المجال. أكيد عندنا فضول نعرف ما الذي أضافته لك اللغة، يعني ودنا نعرف القصة قبل تعلمك للغة الإنجليزية وأكيد بعدها. أهلا وسهلا. طبعا بحكم رحلة تعلمي الطويلة لتعلم اللغة الإنجليزية، فأنا أقدر أقول أحد أهم الأسباب أو أحد أهم الأشياء اللي أضافت لي تعلم هذه اللغة هو أنه يكون عندي عدم خوف من ارتكاب الأخطاء، وأيضا كمان أنه الالتزام، وإني أنا أحفز نفسي أنه دائما أتعلم ودائما أستمر في مرحلة التعلم، بحكم أنه تعلم اللغة ما يعتبر من المراحل من الرحلات اللي تنتهي في فترة معينة، فهي مرحلة تعلم مستمر. وأيضا أقدر أضيف أنه تعلم اللغة الأولى اللي هي اللغة الإنجليزية كانت مهدت لي وسوت لي طريق سهل لتعلم لغة ثالثة، بحكم أني أقدر أتفادى الأخطاء اللي تعلمتها في تعلم اللغة الأولى. حلو، واليوم يعني قاعدين نشوف وعي كبير بتعلم اللغات وأيضا فيه إقبال جيد، فهل تتفقي بأن عامل اللغة بيزيد من ثقة الإنسان بنفسه؟ ودنا أكيد نعرف كيف. طبعا تعلم اللغة يزيد ثقة الشخص بنفسه، بحكم برضو أنه الشخص يدخل نفسه في مرحلة تحدي في تعلم اللغة. أيضا أنه الشخص لما مع الوقت مع وقت تعلمه لما يبدأ يسمع متحدثين أصليين في اللغة ويبدأ يحس نفسه أنه هو بدأ يفهم هذه اللغة، فهذا الشيء يدي حافز أنه يستمر في مرحلة التعلم ويعزز ثقته ويخليه يستمر في مرحلة تطوير ذاته في هذه اللغة. صح، ولو تكلمينا أيضا عن المكاسب المتوقعة من تعلم الإنسان واحدة من اللغات الحية وتحديدا اللغة الإنجليزية كونها لغة الأعمال اليوم. طبعا تعلم لغة جديدة أو تعلم اللغة الإنجليزية هو حيكون سبيل لوصول الشخص للمعلومات بطريقة أسهل، بحكم أنه يعني مع الأسف مصادر اللغة العربية هي قليلة عندنا، فأحد الأشياء اللي يكتسبها الشخص لما يتعلم لغة إنجليزية فهو أنه حيقدر يوصل لبحوث أو لمصادر معلومات أكثر. أيضا هذا الشيء يحسن من مهارات اتصالاته مع الآخر. برضو تعلم اللغة الأولى أو اللغة الإنجليزية يسهل له أنه يتعلم لغة ثانية، كمان تعلم اللغة يعزز من يحسن من الذاكرة وبرضه يعزز من الإبداع والثقة بالنفس، وكمان حيكون عنده يعني فرص أكبر من ناحية مهنية. الفرص الوظيفية أكيد، صح؟ أيوه طبعا. والبعض عندنا للأسف يستخدم الحد الأدنى من اللغة الإنجليزية ويقول لك أنا خلاص يعني بلغتي هذه البسيطة ممكن أخارج نفسي سواء في العمل أو في السفر، فودنا نعرف ليه يتوقف الكثير من الناس عند هذا الحد؟ أعتقد أنه أحد الأسباب الأساسية في أنه الشخص يتوقف في تعلمه لحد معين هو أنه تعلم اللغة يعتبر تحدي كبير،
وكثير من الأشخاص يعتبروا أنه تخصيص وقت معين عشان أنا أتعلم فيه هذه اللغة بالنسبة لهم شيء صعب، برضو يتطلب مجهود عالي، وبرضو كثرة المصادر تسوي تشتت كبير. وفي كتاب اسمه 20 ساعة في تعلم أي شيء جديد لكاتب اسمه جوش كونفمان، ذكر في هذا الكتاب أنه في مرحلة اسمها مرحلة الإحباط يمر فيها أي شخص يبغى يتعلم مهارة جديدة، وهذه المرحلة هي تعتبر مرحلة من أنه أنت ما تعرفي ولا أي شيء إلى مرحلة أنك تكتسبي جزء بسيط تقدر تمارسي فيه هذه المهارة بشكل بسيط. فيقول في الكتاب أنه 20 ساعة من الجهد المكثف في تعلم مهارة معينة راح يقدر يوصل الشخص لمستوى لا بأس في هذه المهارة. حلو، هذا أكيد ممكن يكون حلو، لكن لينا أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا أنه بعض الأشخاص ممكن يستصعب أنه يتعلم لغة جديدة، خصوصا إذا كان يعني في عمر كبير مو صغير. فودنا نعرف قصتك، كيف ما شاء الله من يعني شخص لا يتحدث الإنجليزية إلى اليوم أنت مدربة في اللغة الإنجليزية، كيف تعلمتيها في هذه الفترة؟ طبعا هي زي ما قلت هي كانت رحلة صراحة جدا طويلة، ارتكبت فيها كثير من الأخطاء، وطبعا وقت ما بدأت أتعلم لغة ما كان عندي المصادر اللي متوفرة حاليا. الحين صار في سهولة أكثر لأنه الشخص حتى يمارس اللغة بحكم وجود تطبيقات يقدر الشخص يتبادل اللغة مع متحدثين أصليين في اللغة. ففي الوقت اللي أنا كنت أتعلم فيه ما كان متوفر هذه الأشياء، فكنت يعني أسجل صوتي وأنا أقرأ، أحاول قد ما أقدر أحاول أقرأ أحفظ مفردات، وطلع بعدين أنه خطأ أنه الشخص يحفظ مفردات منفصلة فلازم يحطها في جمل. فهي رحلة كانت صراحة مليانة بتحديات كبيرة، لكن هذه التحديات ساعدتني أني أقدر أسوي أختصر الطريق لأي شخص أنا أعلمه، لأني اكتشفت الأخطاء. برضو هذه الأخطاء ساعدتني في أنه لما بدأت أتعلم اللغة الكورية فأنا ارتكبت نفس الأخطاء اللي تعلمتها لما تعلمت اللغة الإنجليزية، فصار سهل بالنسبة لك. وأكيد نحن اليوم ما نبغى نصعب شيء على المشاهدين وعلى الناس، بالعكس نبغى نحفزهم أكثر لي تعلم اللغات لأنها ممكن تزيد من ثقافتنا وقدرتنا على الإبداع، لأن الجانب الثقافي فعلا مهم. فودنا نعرف منك كيف. طبعا أنا برأيي أنه الإبداع يتأثر باللغات وبالثقافات الأخرى، فلما الشخص يكون مطلع ومنفتح على ثقافات أخرى هذا الشيء يسمح له أنه يبدأ يفكر بطريقة مختلفة، وارتباطه أصلا بالعالم الخارجي يكون مختلف. في مقولة تقول بأنه الإنسان دائما يعطي الشيء اللي هو موجود بداخله، وهذا يعني أنه كلما الشخص يكون أكثر عطاء أو أكثر تعلما فهذا الشيء حيساعده أنه هو يكون أكثر مشاركة للأشخاص الآخرين. ولما الشخص يتعلم لغة جديدة أو أكثر من لغة هذا الشيء حيزيد من قدرته في أنه يعبر عن نفسه بطريقة أكثر دقة، خليني أقوله هذا الشيء حيعزز ويزيد من نسبة إبداعه. فعلا صادقة لينا، وأكيد مكملين معك في حوارنا، ولكن هناخذ فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا. مكملين حوارنا مشاهدينا حول تعلم اللغات وكيف ممكن تعلم لغة جديدة يعزز من ثقتنا بنفسنا، مع أكيد المدربة لينا البلالي. أهلا وسهلا فيك للمرة الثانية لينا، وخليني أبدأ معاك، يعني هل نقدر نضيف لحياتنا مثلا عادات معينة تخلينا نتفاعل بشكل أكبر مع اللغة ولو كانت يعني بشكل تدريجي؟ طبعا تعلم اللغة أصلا يبدأ من العادات الأساسية اللي الشخص يبدأ يمارسها في يومه. فأكثر الأشياء اللي حتفرق مع الشخص هو لما يبدأ يحيط نفسه بهذه اللغة، يعني في السيارة يسمع بودكاست، وهو في النادي يسمع أي برنامج حواري. أنا أعتبر هذا الشيء اللي هو الاستماع الغير مباشر، يتعرض الشخص للغة بطريقة غير مباشرة، بس هذا الشيء يخليه يبدأ يكسب اللغة ويبدأ يتعود عليها. برضو من الأشياء اللي مرة تفرق هي تغيير لغة الجوال للغة اللي الشخص يبغى يتعلمها. مع الوقت حيبدأ يعرف المفردات الأساسية اللي في الجوال. كمان
من الأشياء اللي تفرق إنه يبدأ يحاول يمارس أشياء، يعني كل شيء يتعلمه يبدأ يمارسه بأبسط الطرق اللي يقدر عليها. لو في شخص يعرف ويعرف إنجليزي يبدأ يمارس معاه أي مفردة جديدة هو تعلمها. لو ما عنده شخص يقدر يشوف التطبيقات حق تبادل اللغة. لو ما عنده يقدر هو يفتح كتاب ويبدأ يقرأ بصوت عالي ويسجل نفسه. كمان من الأشياء اللي كمان مرة تفرق هي كتابة 3 جمل على الأقل يومياً، وتكون متنوعة ما تكون نفس الجمل مكررة كل يوم. هذا الشيء حيبدأ يعزز مع الوقت ويرفع من مستوى اللغة. كمان تخصيص لو 5 دقائق يقرأ مثلا مقالة، أو لو سطرين بس من كتاب أو قصة قصيرة أو مقال معين. القراءة دائما تكون بصوت عالي لأنه هذا الشيء هو اللي حيبدأ يحسن حتى طلاقة اللغة عند هذا الشخص. جميل. طب الجامعات السعودية اليوم توجهت لإضافة مناهج لتعليم اللغة الصينية، كيف نقدر نقرأ نتائج هذا التوجه بعد سنوات قليلة من الآن؟ طبعا الصراحة دحين الفرص المهنية ما صارت بس موجهة للأشخاص اللي يتحدثوا لغة واحدة، فأنا أعتقد عبر السنوات الجاية السنوات القليلة الجاية حيكون في أفضلية للشخص اللي يتكلم أكثر من لغة. بداية أنه دحين في استثمارات كثيرة مع شركات من كوريا، من اليابان، من الصين، وبناء على الرؤية 2030 كمان في استثمارات من دول أخرى. فممكن لو شخص قدم على وظيفة وكان مطلوب كشرط أساسي لهذه الوظيفة هي اللغة الإنجليزية، لكن لو هذا الشخص عنده مستوى معين مثلا من اللغة الصينية خلينا نقول، ولا الكورية ولا اليابانية، وهذه الشركة هي جاية من هذه الدولة، فهذا الشخص حيكون له أفضلية. فبالتالي أنا أشوف أنه بعد فترة الشركات والوظائف المهنية ما راح يكتفوا أبدا باللغة الإنجليزية. فعلا الشباب لازم يشدوا حالهم الفترة الجاية في تعلم لغات مختلفة مثل اليابانية والكورية والفرنسية والإسبانية أيضا. ولكن هل هناك سن معينة لتعلم اللغة لينا؟ لأنه بعض الناس ممكن تنحرج أنها تتعلم اللغة على كبر. حبدأ أول شيء في مقولة قالها براين تريسي، قال إنه there are no limits on what you can achieve with your life except the limits that you accept in your mind. بمعنى إنه ما في أي محدودية للشيء اللي ممكن الشخص يحققه في حياته، لكن هذه المحدودية هي موجودة في عقلنا. يعني أنا أحط حد معين لأفكاري، أو أحط حد معين لمهاراتي اللي أنا أشوف إنها هي عائق لي. صح في اختلاف بين تعلم اللغة في الصغر وفي الكبر، ولكن الفرق إنه الصغير يقلد الأشخاص الآخرين وما يهمه هو يخطئ ولا ما يخطئ، ما عنده برمجيات عقلية في الصعوبة والسهولة. بينما الكبير أول ما يبدأ يبغى يتعلم كل شيء صعب يطلع، العقل يبدأ يقول له إنه لا اللغة صعبة، يبدأ تكون عنده مخاوف من إنه يرتكب أخطاء، يبدأ يكون عنده مخاوف من إنه يحاول حتى أو إنه يجرب. فأنا أصلاً في رحلتي في تعلم اللغة يعني لقيت أشخاص في عمر 50 و60 لسه في بداياتهم في تعلم اللغة. وكمان السنة اللي فاتت كان أحد طلابي اللي درستهم أونلاين كان عمره 50. فأنا أصلاً يعني أنا بنفسي تفاجأت، لأني أول مرة أمر بتجربة إني أدرس واحد يعني في هذا العمر، لكن كان عنده رغبة جداً عالية إنه هو يبغى يبدأ يتعلم من الصفر ويبغى يتقن هذه اللغة. فعلاً صراحة أنا ما أشوف أبداً في عائق. أيوة العمر أبدا ما هو عائق ولا حاجز للتعلم. الحاجز الوحيد هي محدودية تفكير الشخص تجاه التعلم وتجاه العمر. وعارفة يمكن فن المشكلة أنه كثير من الشباب والبنات جربوا الالتحاق بالمعاهد الموجودة لتعلم اللغات، ولكن يعني ما جابت نتيجة معهم أو ما قدروا أنهم يتعلموا أي شيء صحيح. فما أعتقد أنه ممكن نخرج من هذا اللقاء قبل ما ناخذ رأيك في الطريقة المثلى لتعلم اللغة. يعني الناس جربت طرق كثيرة وبالنهاية اختلفت المدارس والآراء. وحقيقة يعني اصلا اقول لك يعني ما نبغى الكلام يكون بس يعني نحاول نخلي الناس يستفيدوا. صراحة ما في طريقة مثالية لتعلم اللغة، وممكن في طرق معينة تمشي مع شخص بس ما تناسب شخص اخر بحكم يعني انماط التعلم واختلاف الاشخاص. لكن ممكن في اشياء معينة لو الشخص حاول قد ما يقدر انه يخليها متواجدة في روتينه التعليمي حتفرق معاه في مرحلة التعلم. يعني احد اهم الاشياء، اول شيء لازم فعلا الشخص يعرف إيش هو هدفه. هل أنا أبغى أطور لغتي مهنياً
أبغى أتجه للغة المتداولة مهنيا بلغة البزنس، ولا أنا أبغى هدف شخصي بس إنه أبغى أعرف أفهم وأمارس المحادثات البسيطة. بعد ما الشخص يحدد هدفه مهم جدا إنه يعني يبدأ زي ما قلت يحيط نفسه باللغة، يحيط نفسه عن طريق إنه قد ما يقدر يحاول يكثف الاستماع. الاستماع هو يبدأ يخليه يتعود على هذه اللغة، وحبة حبة يبدأ يحاول يفهمها، عقله يبدأ يستوعب هذه اللغة. برضو من الأشياء المهمة إنه لازم الشخص يعرف القاعدات الأساسية في اللغة، لأن القاعدات الأساسية هي اللي حتخليه يبدأ يكون الجمل، يبدأ يحاول قد ما يقدر إن هو يعبر عن نفسه. كمان من الأشياء المهمة بالذات في مرحلة بداية تعلم اللغة هي تخصيص وقت ثابت. يعني أنا خلاص حطيت إنه من الساعة 1 للساعة 2 أو من الساعة 1 للواحدة ونص، هذا لازم في كل يوم لازم ألتزم في هذا الوقت، لأنه الشخص يحتاجه أحيانا هي اكتساب عادة التعلم. تخصيص وقت معين، إذا كان الشخص مبتدئ في اللغة يبدأ يركز على المواضيع العامة، يحاول قد ما يقدر يتعلم المفردات الخاصة بهذه المواضيع، وبعدها يبدأ يحاول قد ما يقدر يمارسها. زي ما قلت إذا ما عنده شخص يمارس معه أو حاس إنه خجلان من إنه هو يرتكب الأخطاء، يقدر يسجل صوته وهو يقرأ قصص معينة، لأنه يحتاج هذه الطلاقة في اللغة. كمان الكتابة، كتابة اليوميات، لو كانت جمل بسيطة، لو كل يوم جملتين ثلاثة جمل، هذا الشيء مرة حيفرق معه. برضو الشخص مهم في حاجة اسمها الشادوينج، في كثير في اليوتيوب مقاطع إنه شخص يقرأ وانت توقف، مهمتك توقف وتحاول تقرأ معاه وتردد وتحاول تقلد طريقته في القراءة. هذه من الأشياء اللي جدا تحسن من درجة النطق وتبدأ تتعود اللسان على طلاقة اللغة. الله جميل. من الأشياء اللي مرة مهمة عدم التشتت بمصادر كثيرة. الواحد يأخذ أشياء معينة، شهر هذا الشهر أركز على مواضيع معينة، خلاص أنا أخلص منها. لما أكتسب هذا الشيء كعادة أو يبدأ يرتفع مستواي، أنا في هذه المرحلة أقدر أبدأ أكثف المصادر التعليمية وأقدر أنوع فيها. حلو. أنا في المرحلة الأولى بديت أشوف مسلسلات كورية لينا، إن شاء الله المرحلة اللي بعدها نتعلم معك اللغة. فعلا نورتينا وشرفتينا في البرنامج. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. نورتينا وشرفتينا، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل، الممرضات السعوديات في مؤتمر دولي للتمريض. التمريض واحدة من أهم المهن اللي بيشتغلوا فيها بناتنا في كل المراكز الصحية والمستشفيات، وللأمانة عندهم دور كبير وأكبر من اللي نتوقع ونتخيله. في هذه الفقرة عندنا اثنين من حمائم السلام، وعندنا مؤتمر دولي، وعندنا كلام كثير ممكن نقوله مع ضيوفنا منورينا في الاستوديو أسماء خان وعبير محجوب. نورين سعد شباب، وأهلا سهلا فيكم. أكيد قبل ما ندخل بتفاصيل كثيرة تخص المؤتمر حابين نتعرف عليكم أكثر، وأيضا سبب اختياركم لهذا التخصص. أبدأ معك عبير. أنا عبير محجوب، من خريجين من جامعة الملك عبد العزيز. هي بشتغل في الوظيفة هذه من حوالي 7 سنين. ما شاء الله. بدأت كممرضة طوارئ، والآن أنا ممرضة عناية مركزة جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهذا كان وما زال وسيستمر إن شاء الله كشغفي، إنه أنا أساعد الناس، ومو بس من خلال المستشفى، حتى من خلال الأعمال التطوعية خارج المستشفى ومع المؤسسات التطوعية في السعودية. جميل. بس عندي فضول أعرف يعني سبب اختيارك لهذا التخصص. أوكي. وقت ما أنت تكوني مرة تعبانة وتروح المستشفى، لاحظي الناس بيجوا عندك ويروحوا، بس مين اللي بيجلس معاك؟ مين اللي يستحمل الكلام حقك الكثير لما تكوني تعبانة والتذمر وكل الأشياء هذه؟ يعني والبكاء، يعني والأشياء، حتى الأفكار غير المنطقية هذه يستقبلها ويهديكي ويخليكي تستقبل العلاج مزبوط. كانت وما زالت الممرضة هي اللي تستحمل كل الأشياء هذه. صح. تقريبا تديكي شوية من حنان مامتك في الوقت اللي ما تكون فيه مامتك.
دائما احب اكون تختاري هذا التخصص. طب بالنسبه لك اسماء، عرفينا على نفسك. انا اسماء عادل خان، خريجه جامعه الملك سعود التابعه للحرس الوطني. بدات وظيفتي في مستشفى الملك فيصل التخصصي عام 2013 كممرضه اولى، وترقيت عام 2018 كمدربه تعليميه وقائده تعليميه في التشريفات. طبعا احب، طبعا كان حلم حياتي من انا في المدرسه ان اكون ممرضه في يوم من الايام، لاني صراحه كمريضه لما تعالجت وشفت دور ومهمه التمريض كانت هي اللي حفزتني اني اكون ممرضه لاخدم مجتمعي واخدم بلدي لما اصير كبيره. فالحمد لله حققت الحلم، ومره انا مبسوطه وسعيده، وان شاء الله نقدر نخدم وطننا وبلدنا والمجتمع بأكمل وجه. فعلا يعطيكم ألف عافية وما تقصروا أبدا. ولكن أسمى، لو تكلمنا عن الصورة النمطية عن الممرضة مختلفة تماما عن تفاصيل العمل اللي بتقوم فيه في كل يوم، كيف ممكن تعطوني أكثر عن يومكم في المستشفى؟ يعني ودنا نعيش معاكم هذا اليوم، ودنا كمان نعرف تفاصيل أكثر عن يومكم في المستشفى. طبعا الممرضة باختصار هي العطاء، هي ملائكة الرحمة، وهي الأساس والعمود القائم لرعاية وخدمة المرضى في المستشفيات، وتقوم بعمل نبيل وراقي لخدمة وتلبية احتياجات المرضى وعائلتهم أيضا، وهي التي ترسم الابتسامة في وجه المريض. طبعا غير كذا هي تهتم في جودة خدمة التمريض وسلامة المرضى وعدم انتشار الأوبئة والأمراض، ولا يتقلص عمل الممرضة فقط لذلك، بل هي تعمل كإدارية ومثقفة تعليمية، تقوم بدور تنظيم مهمات التمريض في المستشفى، وأيضا تراقب وتدعم في دخول وتسهيل دخول المرضى لتلقي العلاجات، وأيضا تقوم بمهمة كبيرة جدا، وهي دائما تحل المشاكل والمنازعات التي بتصير أكيد في المستشفى دائما وأبدا ما تقصروا. فعلا ويعطيكم العافية، وأنا مرة حاسة فيكم اليوم لأنكم تتحملوا مسؤولية كبيرة جدا على عاتقكم، يعني بخلاف كل المهن الموجودة غالبا الممرضة بتحب هذا النوع من العمل ومن المسؤولية كمان ولو كانت كبيرة. فكيف ممكن تفسري لنا هذه العلاقة؟ طيب باختصار وبالعامي، نحن الممرضون نفرح بفرح المريض، وبالذات إذا شفنا التعافى وتشافى طبعا نزعل بزعله. طبعا الممرضة دائما هي الشخص اللي تكون دائما بجانب المريض، وبالذات وقت ضعفه. فأتوقع لما يكون المريض تعبان وفي حالة حرجة هي التي تدعم المريض، تقف بجانبه. بعض الأحيان حتى ما يكونوا حوالينا أهاليهم، فتكون الممرضة هي الأولى للدعم وتثقيف ودعم المريض دائما والوقوف بجانبه. أتوقع هناك علاقة متبادلة بين المريض والممرضة، علاقة محبة، علاقة دعم. ونحن طبعا اللي يخلينا نشعر بالسعادة ونكون في غاية السعادة إذا سمعتي دعوة جميلة من المريض، تحسي تعب اليوم كله راح، وتحسي أنه أنت حققتي شيء في غاية السعادة. أكيد يا بختكم يا حظكم في الدعاوي اللي تجيكم. طب عبير، برأيك اليوم وين وصل مستوى الممرضة السعودية؟ أكيد ودنا تكلمينا عن جانب التطوير اللي بتعيشوه اليوم. الصراحة حاليا يعني من أول ما أنا تخرجت أو من أول ما أنا بدأت أدرس تمريض من ذاك اليوم إلى الآن، وهي مدة مرة قصيرة تعتبر كعمر مهنة، اللي هي تقريبا 8 سنين 7 سنين بعد تخرجي، يقولي 9 سنين كذا لما كنت انا بدرس.
there was a huge jump. قفزة نوعية في مهنة التمريض. صار عندنا برامج مرة كثير لتطوير مهني، برامج تعليم مستمر على مستوى عالمي، يعني حتى مو على المستوى الداخلي، على مستوى عالمي. صار عندنا ممثلين للممرضين والممرضات على مستوى العالم، سعوديين وسعوديات بيمثلوا المملكة العربية السعودية على أحسن وجه وبأعلى الكفاءات، كفاءات يعني حقيقي بنفس قوة الكفاءات الخارجية، وبيشاركوا في أبحاث برضو خارجية مع مؤسسات خارجية من خارج المملكة، والحمد لله بيشرفونا. وهذا كله دليل على أنه قوة تعليمهم وقوة تدريبهم وقوة كفاءاتهم اللي هم بيطلعوا فيها. ومن الأشياء هذه والدليل على أنه كفاءاتنا جدا صارت عالية، الحمد لله الحمد لله مستشفى الملك فيصل تخصص جدة حازت على اعتمادات كثيرة، منها مثلا اعتماد سيجما ثيتا تاو، وهو اعتماد لجمعية فخرية عالمية للتمريض، واحنا كنا اول مستشفى خارج الولايات المتحدة تاخذ الاعتماد هذا، وغير الاعتماد من الاعتماد الاكاديمي للاعتماد الامريكي لمهنة التمريض، وأخذنا بمرتبة الشرف، وهذا اللي يرفع مستوى التمريض مو بس عندنا كمستوى المملكة، بالعكس هذا تشريف لينا ولمهنة التمريض بالكامل على مستوى الخليج والعالم. أكيد تستاهلوا وفخورين فيكم كثير، وكانت عبارة يعني ملفتة جدا، الممرضون كمحفزين وملاحين ومبتكرين في مجال الرعاية. طبعا هذه العبارة كانت من العبارات المهمة جدا في مؤتمر التمريض الدولي الأخير، فكيف نقدر نفهمها بشكل أوسع عبير؟ أوكي، كيف نقدر نفهمها؟ ممكن لو احنا فصلناها شوية مثلا كمحفزين، التمريض واحد من أهم المهن اللي ساهمت في أنه احنا نوصل ونحقق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، وإحنا كمان صرنا نستخدم الابتكارات، يبحثوا عن أحسن الابتكارات وأحسن الاختراعات والتكنولوجيا على مستوى العالم ويستخدموها ويسروها لخدمة المرضى وتطوير الرعاية الصحية. ومنها كمان صاروا الشيء اللي احنا صرنا بنسويه اللي هو نركز على استدامة الرعاية الصحية، وكيف احنا باستدامة الرعاية الصحية نرفع جودة الرعاية، جودة الرعاية، وكمان المريض كيف بيستقبل الرعاية الصحية، كيف المريض بيشوف الرعاية الصحية. وطبعا انت لو جيتي دخلتي في التمريض احنا عندنا كمان ممرضين متخصصين في المعلومات والتكنولوجيا، وهذه كلها بيسخروها في ابحاثهم والابتكارات حقتهم، والحمد لله الابحاث والابتكارات بيتم نشرها في عرق المجلات العلمية للابحاث. الحمد لله. أكيد فخورين فيكم دائما وأبدا. وبأننا تكلمنا عن المؤتمر، أكيد ودنا نعرف منك أسماء، يعني إيش الأهداف اللي عادة بتكون خلف هذا النوع من المؤتمرات؟ طبعا كمنظمة، كعضو منظمة في المؤتمر، طبعا يتم تجميع تحت سقف واحد من جميع العالم من المختبرين والمختصين في مهنة التمريض لمناقشة أحدث الخبرات العلمية وأحدث الرعايات الصحية التي توصلت فيها العالم من مختلف جميع أنحاء العالم، كأمريكا، بريطانيا، كندا، من الشرق الأوسط. فنحن إيش؟ فيتم تساهم وتبادل آخر الابتكارات لتستهدف وتحقق الرؤية لعام 2030 للمملكة العربية السعودية، وأيضا مستقبل الرعاية الصحية في التكنولوجيا والابتكار واستدامة الرعاية الصحية، وأيضا يتحدثون ويتناقشون حول الأبحاث العلمية والممارسات الصحية القائمة على استدلال علمي لتطوير الكادر الصحي والمهنة التمريضية. ومرات كمان يعني بنتكلم على اعتمادات جديدة حصل عليها مستشفى الملك فيصل التخصصي، فكيف ممكن نفهم هذه الاعتمادات بصورة أكبر؟ كما ذكرت عبير سابقا،
عندنا كثير اعتمادات وشهادات خارجية، زي عندنا مثل الاستقطاب في برنامج الماغنت، الاستقطاب التمريض، وعندنا الجي سي اي اي وهي شهادة عالمية. هذه كلها تنعكس الاعتماد من خلال ارتقاء المستوى المهني للتمريض والكادر الصحي، وأيضا تقدم برامج تطويرية مهنية وتعليم مستمر طبي لبناء كادر صحي متمكن لخدمة الوطن في المستقبل. وكمان يعني ودنا نعرف منك أكيد عبير، كيف بيساهم هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بمهنة التمريض؟ أوكي، عشان نعرف كيف المؤتمر ساهم احنا لازم نعرف ايش كانت بعض أهداف رؤية المملكة لمهنة التمريض. بعض أهداف رؤية المملكة هو كان حضور التمريض فيها جدا واضح وجدا له الأولوية لرؤية المملكة، منها زيادة أعداد الممرضين والممرضات وكل القطاعات الصحية، ومو بزيادة أعدادهم ورفع كفاءاتهم نخليهم بأعلى كفاءة، وحتى أنه ابتعثوهم لأحسن المؤسسات العلمية عشان يرجعوا لنا هم بأعلى الدرجات وبأعلى مستويات علمية. طيب، وغير كذا كمان واحدة من الأشياء اللي مرة كانت مهمة في الرؤية أنه نشجع الناس والمواطنين أنه تخليوكم مع التمريض، روحوا ادخلوا في الجامعات كممرضين وممرضات، ادخلوا في تخصص التمريض، اوكي، ونغير الصوره النمطيه اللي احنا معروفين انه منتشره عن التمريض. فجزء من الاشياء اللي اتكلم فيها المؤتمر كانت عن الرؤيه وكيف كانت بتتغير، وكانت على كيف نستقطب الممرضين، ومو بس نستقطبهم، كيف نحافظ على الممرضين اللي عندنا وكيف نرفع كفاءاتهم، يعني كيف نسوي الأبحاث، كيف نقدر نخليهم يشاركوا، كيف نطبق أجدد وأحسن أنواع الرعاية عندنا هنا من المستشفيات والمؤسسات الطبية اللي احنا كنا ناخذها من برا. صحيح، ولكن اللي أعرفه أنه التمريض مستويات، صحيح؟ فكيف بيتم تقسيم الممرضات كمستويات عبير؟ أوكي، تقسيم الممرضات يعني عندك إكلينيكي، أكاديمي وإداري. الأكاديمي اللي هو عادة أنتم تشوفوه في الجامعات، في المعاهد، هذا هو الأكاديمي. أما الإكلينيكي اللي هو أنتم بتشوفوه دائما قدامكم كمرضى، أي أحد يدخل المستشفى يشوف الممرضين، هذول الممرضين هم الإكلينيكيين. عندنا ممرض أول، ممرض ثاني، ممرض ثالث، وعندنا زي الأخت أسماء، هذه حتكون المستوى الأعلى من الإداريين، بس مو إداريين كلينيكيين، أوكي، وهيد نيرسز. وبعدين طبعا نطلع للمستوى الإداري، وبعدين المستوى التنفيذي. المستوى الإداري والتنفيذي أنتو أو أغلب المجتمع ما يشوفوه، لأنه هو تقريبا اللي بيشتغل في الخفاء، بس هم أساس كل شيء، لأنه هم اللي بيسحبوا الممرضين من مكان يحطوهم في مكان، هم الناس اللي إحنا شفناهم في وزارة الصحة، هم شفت اللي كانوا بيشيلوا ناس وحطوهم في أماكن، ينشئوا أماكن جديدة، هذول هم الممرضين الإداريين، الجندي الخفي يعني نقدر نسميهم اليوم. فعلا، بس هم ممرضين فعلا. يعطيكم ألف عافية جميعا. لكن اليوم يهمنا أيضا أن نضم صوتنا لصوت المؤتمر الدولي للتمريض، ونحفز البنات أكثر لهذا المجال، أسماء، اللي صار فيه تطوير مو عادي، فكيف ممكن تحفزينهم؟ طبعا التحفيز عن طريق ممكن عمل فيديوهات، زي ما انتم عارفين الحين السوشيال ميديا اخذ الحيز الاكبر في التوعيه ونشر التوعيه والتثقيف لعامه الشعب. فانا اشوف انه طبعا واحب اني اشجع كل احد انه يدخل مجال التمريض لخدمه المجتمع وكمان لخدمه نفسه وعائلته. فمن جد بدراسه التمريض انت حتكتسبي معلومات علميه وعمليه، مثل التعاطف، التضامن، الصبر، حتى بيخليكي انت تكوني عندك فكره عامه وشامله
حتى لما أهلك يكونوا تعبانين فأنت تعرفي تقومي تسوي لهم الفيرست ايد والرعاية وتقدمي لهم خدمة والرعاية. وكمثال ما ننسى وقت جائحة كورونا، كان دور التمريض كان له دور مرة مهم في تقليص جائحة كورونا ومساعدة الناس في أضعف الأوقات اللي مرينا عليها وأصعب الأوقات. ولا ننسى كمان جهود مملكتنا الحبيبة وفي خدمة ورعاية التمريض ودعم الممارس الصحي وتقديم الرعاية التمريضية للمجتمع وتقليص جائحة كورونا في ذاك الوقت. أكيد وأنتم أكيد يعطيكم العافية وما قصرتوا أبدا، نورتونا وشرفتونا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل. حسن المسلم مبتعد سعودي يتفوق في الإدارة الهندسية. حسن المسلم طالب ماجستير في الإدارة الهندسية مبتعث في أستراليا من العام 2015، ويمثل شبابنا السعوديين المتميزين في الخارج. حسن قدم الكثير من الأبحاث في مجال الهندسة الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة. وحسن أيضا مهتم بالتطوع بشكل كبير، وتفاصيل كثيرة رح نعرفها من خلال هذا اللقاء من أستراليا وعبر سكايب. أقول أهلا وسهلا حسن ومنورنا، وأكيد بداية نحن فخورين بهذه النماذج الرائعة مثلك حسن، وياليت لو تكلمني عن رحلة الابتعاث والمراحل اللي عديت فيها من العام 2015. أول شيء مساء الخير عليك أستاذة لمياء، أحب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أنا جدا سعيد على استضافتكم لي اليوم كضيف بهذه الحلقة. أوجه شكري أولاً لقائد الهرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وملهم الشباب وقائد المرحلة الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أحب أشكر الوالد والوالدة على الدعم والأخوان والأخوات طوال مسيرة الابتعاث. تجربة الابتعاث هي تجربة عظيمة للأمانة، يعني أتوقع أي إنسان يحلم أن يكون في هذا المكان، أن تكون عنده هذه التجربة وهذه الفرصة. هذا حلم. لما كنا في المرحلة الثانوية أغلب الشباب كان هدفهم وحلمهم أن يطلعوا يدرسوا برا. الحمد لله رب العالمين تحقق لي هذا الحلم وطلعت أكمل دراستي من عام 2015 تقريبا بعد مرحلة الثانوية. وأنت اليوم والآن وصلت لمرحلة الماجستير، فأكيد ودنا نعرف ليش اخترت الهندسة الإدارية وكيف نقدر نعرف أكثر عن هذا التخصص. اختياري أصلا لإكمال المرحلة الماجستير كان بناء على عبارة سمو ولي العهد: شعبنا طموحه عنان السماء. فإذا القائد يقول هذا الكلام فما بالك بالشعب. طموحي يوميا قاعد يتجدد، أفكر في إيش what is next، يعني وإيش ممكن أقدم لهذا الوطن. خلصت مرحلة بكالوريوس ورجعت قدمت على مرحلة الماجستير. يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء كان سهل بسيط. اخترت مجال الهندسة الإدارة الهندسية خصوصا أن رؤية 2030 تحتاج أحد هذه التخصصات. هذا التخصص مهم للرؤية. التخصص يجمع بين تخصص الإدارة وتخصص الهندسة، وهذا تقدر كمهندس أن تكون عندك فكرة عامة في الإدارة، تقدر تطور الموارد البشرية، تطور كفاءات الشركة، تحط خطط للشركة أيضا.
ولكن شدتني كثير فكرة الأبحاث اللي قدمتها حسن، واحدة منها مراقبة النشاط الحيوي للحيوانات. ودنا نعرف يعني إيش المقصود بهذا المشروع؟ يعطيك العافية أستاذة لمياء على السؤال. وراء هذا المشروع قصة يعني مضحكة قليلا. كنا مع مجموعة من الطلاب الأستراليين زملاء الدراسة، كنا قاعدين في مزرعة خيول. أحد الشباب قال إحنا لو حبينا نراقب الحيوان هذا سواء الخيل أو أي حيوان آخر كيف نسويها، كيف نطبقها؟ فبتدينا نفكر معلومة من هنا معلومة من هنا، فطلعنا بأن نصمم جهاز يكون موجود في الحيوان نفسه، أو يعني مثلا لبس الحيوان، يكون هذا الجهاز يراقب العلامات الحيوية للحيوان، سواء يحتاج رعاية صحية، يحتاج تطعيمات، موعد تطعيمات. أيضا أضفنا خاصية مراقبة الجي بي إس، نعرف يعني جاء في بالنا أن نعرف وين مكان الخيل مثلا، وين رايح الحين، لو اختفى فجأة وين ممكن نحصده. فهذا كله ربطناه في برنامج عن طريق الجوال. سبحان الله، يعني أغلب الإنجازات والاختراعات تبدأ بمجرد فكرة وبعد كذا يتم تطبيقها. وكمان يعني كان مشروع تخرجك عن بحث عن السيارات ذاتية القيادة، فهل تعطيني ملخص عن النتائج اللي قدمتها من خلال هذا البحث؟ أنا من تقريبا عام 2020 وأنا فيني حب استطلاع، كنت أسمع دائما بالسيارات ذاتية القيادة، جاء في بالي إنه كيف السيارة تشتغل، كيف يعني إيش الخاصية، إيش الأشياء اللي من الهندسة الكهربائية إحنا يستخدموها في السيارات. فاشتغلت على المشروع البحث هذا، طورت عن طريق برنامج الماثلاب خاصية باستخدام أليكس نت، هي خاصية موجودة في الماتلاب، إنه كيف السيارة ممكن تتخذ قرارات بناء على اللي قدامها، سواء قدامها مشاة، قدامها إشارات، قدامها مثلا إشارة خضراء، إشارة حمراء، علامات. اي بالضبط. يعني الاشارات، حتى العلامات اللي في الشارع اللي تكون ستوب، تون رايت، واتيفر. يعني اي بحث معرض للنجاح وللفشل، الحمد لله رب العالمين. البحث حقي اخذ المركز الثالث على مستوى الجامعه، كان نتائج الايجابيه في مدى استجابه السياره كبيره، قدرت تحقق تقريبا 95 هامش صحيح. ما شاء الله تبارك 95% طبعا. ما شاء الله تبارك الله، نسبة كبيرة جدا. وفي المرحلة كمان اللي أنت فيها نتكلم عن طاقة متجددة وطاقة مستدامة، وهذه طبعا مستهدفات الرؤية. فيا ليت لو تكلمنا عن تفاصيل هذه الدراسة والأبعاد اللي وصلت فيها. صحيح، أحد مستهدفات رؤية 2030 إنه إحنا يكون عندنا استدامة في المصادر، خاصة لا سيما مصادر الطاقة الطبيعية. الحكومة ما قصرت، قاعدة تسوي أبحاث كثيرة وتطبقها في مواضيع الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء. حاليا انا قاعد ابحث عن الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه وطاقه الرياح في السعوديه، افضل الاماكن اللي ممكن نطبق هذه الخاصيات او الابحاث، كيف ممكن احنا نستفيد من المساحه الشاسعه للمملكه، نحط الالواح الشمسيه، الالواح
المراوح لتصدير الطاقة. أحد أركان البحث كان أنه أنا كيف أستفيد من البحر؟ ليش ما أحط نسميها الويند توربين في البحر؟ هو البحر فاضي فاضي، أنا ممكن أستفيد منه أيضاً في مصادر الطاقة الخاصة بي. جميل جدا وما شاء الله عليك، يعني رغم كل هذا الزخم العلمي انت كمان من المهتمين بجانب التطوع، فهل بتلاقي وقت حسن مع كل الابحاث اللي بتشتغل عليها وبتقدمها ودراستك ايضا؟ والله انا اشوف التطوع اسلوب حياه للامانه، يعني انا اشوف اني انبسط جدا واستمتع لما اعطي العالم بدون مقابل. أكيد أي أحد يحب شيء بيحصل وقت وبيحصل بيقدر يعني يسوي الشيء، إذا أنت تبغى تسوي شيء بتقدمه. أنا طوعت من 2018 تقريبا مع الأندية السعودية في ملبورن، وطوعت في المراكز الأسترالية مثل الريد كروس والبلود بانك. طوعت كثيرا صراحة، وأكثر شيء أستانس فيه وأستمتع فيه جدا لما أطوع في السعودية، تنظيم الاحتفالات المهرجانات مع الجمعيات الاجتماعية مثل زواجات اجتماعية، زواجات البسيطة هذه اللي الجمعيات تقدمها للمستفيدين يعني. يعطيك العافية أكيد، ولكن ودنا نعرف كم باقي لك حسن ونشوفك في السعودية قريب إن شاء الله، ولا ناوي تكمل دكتوراه هناك؟ هذا السؤال اللي الكل يسألني عنه، يعني خاصة دكتور ريان سححيري دائما يقول لي لا توقف. أنا زي ما قلنا إذا القائد ملهم وطموح فما بالك في الشعب. أنا قبل كنت أقول خلاص بكالوريوس وبس، جت الماجستير كنت نقول ماجستير وبس، لكن المشكلة صعب، طموح عالي يعني مهما نقدم للوطن ولا شيء. أنا أشوف لو في اشياء بعد الدكتوراه انا ممكن اخذها بعد. الله يكتب لك اللي فيه الخير دائما، وان شاء الله باذن الله نشوفك قريب في السعوديه تنورنا، واكيد راح تستفيد من خبرتك ودراستك وتخدم وطنك مستقبلا حسن، ويعطيك الف عافيه، نورتنا وشرفتنا. سعيد جدا بتواجدي معكم، مشكوره استاذه لمي. العفو أكيد. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، لا تنسوا أكيد أنكم تتواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل أراءكم واستفساراتكم، ومن فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية، فمان الله.